جوز بنات ذنبهم ايه؟ جوز بنات 9 سنين و10 سنين يحملوا ازاي يا بني ادمين؟ بناتنا مسؤولين من رقبتنا يا ساده، وكل راعي مسؤول عن رعيته. اللي اسمها نورهان هي اللي بدات تسرد الاحداث وتقول كل حاجه لابوها وامها، والغريب ان اهالي الاولاد قبل ما ياخدوهم ويطلعوا يكشفوا عليهم في مستشفى بور فؤاد كانوا عارفين ان الاولاد الاثنين حوامل، وكانوا عارفين كمان مين الجاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محترمين اليوتيوب. ايه اللي حصل فيك يا محافظه بورسعيد علشان ننام ونصحى كل يوم على واقعة جديد في الدين؟ يمكن محافظة بورسعيد من محافظات الحدود اللي بتتسم رجالها بالصبر وبالنخوة وبالفدائية كمان، لكن مجريات الأمور في آخر 3-4 سنوات لا تصر عدو ولا حبيب، ويا رب هات العواقب سليمة. إيه اللي حصل في منطقة بور فؤاد؟ ايوه المنطقه، ايوه الاسم انت حضرتك سمعته صح، بور فؤاد. القضيه اللي كان فيها قضيه داليا الحوشي وخليل والعمتين وكمان نورهان خليل والولد اللي اسمه حسين، وما ننساش ام حسين ام البانه. لكن القضيه اللي هنتكلم فيها النهارده مع موظف بنكي، ايوه يا ساده موظف مرموق البرفان بتاعه. على حسب الاقوال لما كان بينزل من العقار كانت الدنيا كلها بتشمه، وكمان العربيه الشيك الفرهه اللي كانت واقفه امام العقار. بنتين في المرحله الابتدائيه ازاي يحملوا من شخص ولا عنده دين ولا عنده مروءه ولا يعرف عبد ولا يعرف رب كمان؟ والغريب في قضيه النهارده ان البنت الكبيره اسمها نورهان، لكن نورهان خليل كانت جاني على امها وعلى مجتمعها وعلى نفسها. لكن الحلقه بتاعت النهارده نورهان هي والصديقه الاخرى هما المجني عليهم، واكيد في دروس مستفاده كتيره ان احنا ناخد بالنا منها. بناتنا مسؤولين من رقبتنا يا ساده، وكل راعي مسؤول عن رعيته، علشان ما نامنش، لان الايمان ضاع، وطالما الايمان ضاع يبقى الامان ما عادش موجود. القصة والحدود عند موظف في إحدى البنوك المعروفة في منطقة بور فؤاد عنده 51 سنة، جه المنطقة دي من 12-13 سنة وما فيش حد يعرف عنه هاي أو داي، عايش لوحده في البيت، يعني الناس كلها كانت بتستعطف حالته ودايما كانوا بيحاولوا إن هم يساعدوه مع إنه غني ومقتدر ماليا، لكن الوحدة هي اللي ضربت على عواطف البورسعيدية. هنا طبعا أسرتين في العقار اللي هو ساكن فيه الموظف دوت، عندهم كل أسرة عندها بنت صغيرة، إلا عن بنت اللي عندها 2 سنين والبنت اللي عندها 3. هنا حصل بقى كيمياء، وإن الراجل الكبير عنده 51 سنة ومن عمر جدهم أو أبوه مش هيبص للبنات، فضل متابع جوز البنات من سن 2-3 لحد ما وصلوا لي 5 و6، يعني عندهم 10 سنين و11 سنة. كان بيجيب لهم الهدايا، بيعمل رحلات وياخد الأسر معاهم ويتغدوا سوا ويفطروا في رمضان مع بعض فطار جماعي، وكان دايما يجيب لجوز البنات دول بالذات هدايا كتيرة جدا، لحد أغلب الأحيان كانوا جوز البنات أسرهم وأهليهم بيسيبوهم يطلعوا يناموا مع الراجل دول، ودايما سبيل الأمان بالنسبة لهم ده راجل كبير وهم عيال صغيرة، لحد ما وقعت الفاس في الراس. إيه اللي حصل؟ جوز البنات حملوا من الشخص دوت اللي هو الموظف البنكي، اللي لما تم اكتشاف الواقع هرب، يعني لحد دلوقتي ما تمش القبض عليه. لكن احنا بننقل لحضراتكم الأحداث اللي حصلت علشان نوصل صوتنا ونوصل كمان نصايحنا لكل الناس. بناتنا مسؤولية في رقبتنا، كل راعي مسؤول عن رعيته. بناتنا لما يضيع الإيمان ما عادش حد يدور على أمان. جوز بنات ذنبهم إيه؟ جوز بنات 9 سنين و10 سنين يحملوا إزاي يا بني آدمين؟ البنت الكبيرة اللي اسمها نورهان هي اللي بدأت تسرد الأحداث وتقول كل حاجة لأبوها وأمها، والغريب إن أهالي الأولاد قبل ما ياخدوهم ويطلعوا يكشفوا عليهم في مستشفى في بور فؤاد كانوا عارفين إن الأولاد الاتنين حوامل، وكانوا عارفين كمان مين الجاني ومين المتهم في القضية. لكن بعد البنات ما تم الوقوع بهم من هذا السفاح، من هذا المجرم اللي لا يعرف عبد ولا يعرف رب ولا يعرف دين
وحتى نسى العادات والتقاليد. هنا طبعا حصلت أطوار غريبة وأشكال وأعراض على جوز البنات، وطبعا الأسرتين كانوا متداخلين مع بعض، خدوا البنات وطلعوا بيهم على مستشفى الحياة أو إحدى المستشفيات في بور فؤاد علشان يتأكدوا هل الأعراض اللي عند جوز البنات دول حمل ولا شوية مغص ولا شوية تعب ولا شوية دلع. لكن الغريب لما اتقابلوا مع دكتور النساء والتوليد في المستشفى، وهنا اكد لهم ان هم جوز البنات حوامل، وتم الضبط عليهم وتم الحجز، يعني تم الحجز عليهم والتحافظ عليهم داخل المستشفى. وهنا المستشفى، امن المستشفى، تم التواصل ببلاغ الى الجهات الامنيه في قسم شرطه بور فؤاد علشان يحضروا في التو واللحظه. طبعا هم بلغوا، مش شرط بقى البنات متجوزين ولا مش متجوزين، بس ازاي الطفل عندها 9 سنين وطفل عندها 10 سنوات يتم الوقوع بيهم من خلال متجوزين او مش متجوزين، علشان الدنيا كلها تعرف الحدوده وتعرف الحكايه من البدايه للنهايه. هنا اعترف الاب والام والاب الثاني والام الثانيه، واستجوبوا البنت الكبيره اللي هي اسمها نورهان، وكانت الفجع ان هم عارفين مين الجاني في القضيه. وهنا البنت في قسم الشرطه ادلت بالمواصفات وبالاسم كمان، لكن كان هرب الجبان، واكيد في تحريات ونصب أكمنة، وأكيد هيتم الاستدلال عليه ويتم القبض عليه علشان يتم تقديمه للعدالة وياخد جزاته علشان يكون عبرة لمن لا يعتبر. البنت حكت الواقعة تفصيليا، وجوز البنات الصغيرين ان هو بدأ يستدرجهم، وايام ما كان ابوهم وامهم واسرهم بيسيبوهم جوز الولاد بيناموا عند الشخص ده، قال ايه، معتقدين ان ده يمكن محطة امان بالنسبة لهم. لكن احنا الدنيا النهاردة في جرائم كتيرة جدا وقضايا كتيرة جدا ما بنتوقعش اصحابها انهم يعملوا كده، اللي مستشار، اللي دكتور، اللي صاحب شركة، اللي والناس كلها ما تتوقعش. واخر قضية حضراتكم شفتوها قضية الشرقية هناء محمد حلتوش والطفل المطبوخ، ازاي ان ام تنحر ابنها وتطبخه وتاكله، فما عادش امان في الدنيا يا جماعة. فعلشان كده رجاء رجاء الحلقة دي لو حضرتك شاهدتها شاركها، دوس لايك، واجعله حسنة في ميزان حسناتك، اجعله في ميزان اخرتك ان انت تلقي ان اب او ام يشوفوا الفيديو دوت ويشوفوا الواقعة دي. خدت بالكم؟ يحذروا من اي حد يامنوه. البنات النهارده المفروض ما تفارقش اي بيت، البنت لو اتاخرت النهارده نسال عليها، البنت النهارده يكون في صداقه بينها وما بين امها، تعرف ايه اللي جرى لها في يومها، ايه اللي مين اللي بيرخم عليها، مين اللي بيحاول يبتزها، مين اللي بيحاول يتحرش بيها. المفروض النهارده بعد انتشار يمكن الثقافات الغريبه اللي احنا بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات والتيك توك، والناس ازاي انها بتفرط في العادات والتقاليد وبتفرط كمان في الاسلام وفي الشرع وفي السنه، المفروض ان احنا نحاذر اكتر واكتر من الاول. الاول كنت ممكن تسيب بنتك في الشارع وانت عندك امان ملهوش وصف، لان كان في عادات وفي تقاليد وحاجات متربيين عليها كتيره. يا ترى من وجهه نظرك الاسره هنا خانها الامان؟ الاسره هنا بتتحمل المسؤوليه انها امنت واحد ان بناتهم يروحوا يلعبوا معاه ويتفسحوا معاه، وقال ايه من سن 2 سنين ومن سن 3 الراجل ده هو اللي مربيهم، لكن لم يصون الامانه بل خان الامانه. فعاوزين الفيديو دوت، هي القصه ما فيهاش يمكن مفردات كتيره او مضمون كتير، لكن اهم حاجه ان احنا نطلع بدرس للتوعيه، بناتنا نحافظ عليهم وناخد بالنا منهم ونقرر البنت، ونحاول ان احنا نتودد لبناتنا في زمن ما يعلم به غير ربنا سبحانه وتعالى. يمكن نورهان خليل يمكن ضربت صفعه قويه جدا للعادات والتقاليد والعرف اللي احنا عايشين عليها علشان تتكرر. يمكن جريمه النهارده في حق الإنسانية وفي حق الطفولة وفي حق البشرية من ذئب بشري وعشان موظف في بنك. فيا ريت لو حضرتك شاهدت معانا الفيديو ده ما تحرمناش بالاشتراك واللايك، وتساعدنا في انتشار الفيديو دوت لحين ما يتم القبض على هذا السفاح. واكيد جميع الاخبار هننشرها لحضراتكم اول ما توصل لنا اخبار جديدة عن موظف بنك بورسعيد مع
يعني حمل نورهان البنت اللي لسه في مرحلة ابتدائية، ربنا يسترها علينا وعليكم وعلى بناتكم يا رب العالمين. فبالله عليك فضلا وليس امرا، الفيديو ده احنا عاوزينه ينتشر لعدد كبير جدا. بالله عليكم نهتم شوية ببناتنا واولادنا كمان، وما عدناش ندي الامان زي زمان. لو حضرتك وصلت معانا للفيديو ونال اعجابك يا ريت ما تنساش في الدعم بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس. دمتم بخير، كان معاكم اخوكم مجدي البلاوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.